السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تحصل على شات جي بي تي بطريقة قانونية وطريقة مجانية وطريقة مفيش أي مشكلة خالص؟ طيب، من أبسط الطرق إن أنت تخش على موقع من المواقع اللي بيستخدم شات جي بي تي، زي موقع بو اللي هو boe.com. ده موقع بيبقى مرتبط بشات جي بي تي، أو إن أنت تستخدمه كأدنس، يعني سواء مثلا في الأوفيس أو في إيدج أو في هنشوف مع بعض الادوات البرمجيه اللي ممكن تدخل فيها شات جي بي تي، وهو بيبدا ان هو يعتبر شات جي بي تي في الخلفيه كانك انت مش شايفه. طيب خلينا مثلا نبدا مثلا بالوورد. ولو رحت لي انسيرت وتقول له ماي ادنس او جيت ادنس، يبدا يجيب لك الادنس، تقدر ان انت تحمل شات جي بي تي ويبقى موجود عندك. تمام، لو جينا هنا وقلنا له شات جي بي تي، ولان هو بقى مشهور والبلاجنز مفتوح ان انت سيت اب، هتلاقي كتير جدا. تمام، حاول انت تختار حاجه كل التقييم بتاعها كبير. هنا كل 5 نجوم لكن في هنا 10، فطبعا ده اقوى من الواحد بس اللي راجعه. تمام، ابعد ان واحد بس اللي راجعه او صفر، لان ممكن يكون واحد ده هو المبرمج نفسه. تمام، فدي بتقول له اد، بيبدا يبقى موجود عندك هنا وتبدا ان انت تستعين بيه. هنا مثلا بتستعين بيه ان هو يكتب لك مقال، فممكن تقول له اكتب لي مقال، فيبدا ان هو يجاوبك. تمام، اكتب الريكوست بتاعك هنا وجاوب. عندك ايدج اللي هو محرك البحث او مايكروسوفت ايدج اللي هو المتصفح، هتلاقي عندك اللي هو محرك البحث بينج، ده تبع مايكروسوفت، فبيوفر لك الموضوع ان انت تتكلم مع شات جي بي تي مجاني اهو. ممكن تسأله اي سؤال انت عايزه ويبدأ ان هو يجاوبك عليه. مثلا اكتب لي اهم العادات الصحية. يبقى سواء انت رحت لمحرك البحث هنا او جيت هنا قلت له انا عايز مثلا، لو دخلت على مايكروسوفت بينج هتلاقي ان هو في شات، فتقدر ان انت تسأل اي اسئلة انت عايزها هو يجاوبك عليها. ده برضو يعتبر من ضمن الادوات اللي تقدر تحصل عليها بشكل قانوني وبشكل سهل جدا على محرك على الشات جي بي تي. طيب خلينا نجرب برضو ان انا لو عندي اساسيات البرمجة اقول له انا عايز فيجوال ستوديو كود، واي برنامج تاني بديل، يعني لو تستخدم ناحية تانية اجرب ان انت تدخل في الادنس اللي موجودة وهتلاقي شات جي بي تي موجود عندك. تمام، مثلا لو انت عايز بقى اي ادوات موجودة اكستنشن، قول له انا عايز الاداة اللي اسمها شات جي بي تي. مثلا هنا الايزي كود هي اكتر حاجه موثوق فيها. تمام، قول له انستول، هيستطب لك اداه تقدر تسال اي سؤال سواء في البرمجه او مش في البرمجه، لكن هي متوصله بشات جي بي تي، فشات جي بي تي اللي هيجاوبك عليها. الميزه انها مدمجه في قلب الكود بتاعك، ففي اي لحظه عندك مشكله في الكود هيجاوبك عليها، هيقدر يفهمك الكود ده مقصود بيه ايه حتى لو الراجل مش كاتب الملاحظات بتاعته وهكذا. الاداة اضافت هي شات جي بي تي، وبيقول لك اعمل اكونت او تراي من غير ما يبقى عندك اكونت. وخلي بالك انت هنا مش بتعمل اكونت على شات جي بي تي، انت بتعمل على الايزي كود اي اي، فلو شات جي بي تي ممنوع في بلدك مش هتفرق معاك، انت بتعمل كود او بتعمل الاكونت بتاعك على موقع تاني غير شات جي بي تي. بعد كده تقدر تسأله أي سؤال وهو يجاوبك عليه حتى لو مش علاقة بالكود. تمام كده، احنا بنتكلم مع شات جي بي تي من خلال الفيجوال ستوديو. تمام، فدي حاجة لذيذة جدا ان انت عندك البرمجة اللي شغال عليها جواها اصبح فيها شات جي بي تي. وزائد ان هو بيراقب الكود بتاعك لو في اي مشاكل ينبهك ليها. وجرب ان انت اي حاجه بتشتغل بيها، بتشغل اوتوكاد، ريفيت، اي حاجه ثانيه، تقدر ان انت تسطب شات جي بي تي.